بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لنا احنا كاباء ديال التلاميذ اللي كيقراو في هذه المؤسسه التعليميه، جينا اليوم على اساس بان الاداره ديال المؤسسه رفضت الحوار مع الجمعيه، على اساس بان هذه الجمعيه هي جمعيه غير قانونيه وانها لا ترقى ان تكون لها الصفه القانونيه في الحوار مع المؤسسه. وبالتالي احنا ملي لقينا بان المؤسسه كترفض الحوار مع الجمعيه، اضطرينا اننا اليوم نتجمعوا كاباء من اجل المصلحه ديال وليداتنا، اننا نلقاو واحد الطريق او واحد النوع ديال الحوار مع المؤسسه، لاننا تضررنا كثيرا، من خاصه ان المؤسسه كتتصل بنا على اساس باش نأديو الاقساط الشهريه ديال شهر ابريل وماي ويونيو. المشكل اللي كاين هو اننا كيف يعقل اننا نأديو هذه الاقساط الشهريه مع العلم ان الوليدات ديالنا ما كيستافدوش 100% من الخدمه، لان الا جيتي من صفه عامه ان البند كيقول ديال العقد ديال الرابط بين المؤسسه وبين ولي الامر ديال التلميذ، ان الاقساط الشهريه هي مقابل للخدمات التي تقدمها المدرسه لذلك التلميذ. هذه الخدمات لم تعد بالشكل المطلوب الاعتيادي، بل اصبحت يعني ناقصه، لا من ناحيه ديال لا من ناحيه التعليميه، لا من ناحيه البيداغوجيه، لا من ناحيه التاطيريه. وبالتالي اننا كيف لنا ان نؤدي اقساط على خدمه غير متوفره، ما نقولوش بالاساس ولكن منقوصه. بالتالي اننا حنا كنطالبوا هنايا، جينا اليوم باش نطالبوا الاداره ديال المؤسسه اننا تحاور معنا بالشكل المطلوب قانونا، على اساس اننا نخلصوا واحد القسط اللي كيعادل الخدمه التي تقدمها للتلاميذ. حنا ما نكروش ونقول المؤسسه ما كتاديش واحد الخدمه، بل بالعكس يعني كتقوم بالمجهودات ديالها كتسرد، ولكن ديك المجهودات هي كتبقى يعني مجهودات غير ملائمه للقسط المطلوب شهريا. هذا هو المطلب ديالنا، وجينا اليوم عاد استقبلنا المدير ديال المؤسسه، اليوم عاد بغى يتحاور مع الجمعيه، اما الجمعيه سردت له رساله ورفض التحاور، والجمعيه خبرت حنا خبرتنا كاولياء امور بان المؤسسة رفضت التحاور معه. وبالتالي انا جينا اليوم باش نشوفوا النهايه ديال المطاف ديال هذا المشكل. هذا كاين واحد الاشكال، هما ثلاثه تاع النقط عموما. بدايه كنقدروا نقولوا بانه هذه الجائحه تاع كورونا كانت واحد الحاله واحد القوه قاهره على الاباء وعلى المؤسسه، حنا متفقين عليها. حنا الاباء ما كانش مستعدين والمؤسسه ايضا ما كانتش مستعده، ولكن كجميع المؤسسات في المغرب وجميع البلدان العالم كانت بعض الظروف اللي هي داروا بعض التدابير استثنائيه، وكنطلبوا حنا ك اباء تاع الاطفال ديالنا ان عندنا واحد الجمعيه ديالنا، جمعيه تاع الاباء، اللي كنطلبوا من المؤسسه تدخل معها في حوار باش نلقاو الحلول، لان الظروف اللي كانت قبل الجائحه كانت مختلفه، دابا حنا في واحد الظروف تاع الجائحه تاع كورونا، خاصة التدابير تكون مختلفه ما تكونش نفسها. الاشكال اللي كاين هو ان المؤسسه كتقول لك بالنسبه لها هي غير معنيه بهذه الامور كامله. هذا واحد الامر اللي غير عادي، التصرف كنقولوا ماشي هو هذاك. على اساس شنو هو؟ جميع المؤسسات اللي مواطنه خصها تاخذ بشكل مواطن واحد تدخل في حوار باش تلقى حلول. حنا هنا واقفين هنا اجل باش تلقى واحد الحل، والحل شنو هو؟ هو الاعتراف بالجمعيه تاع الاباء اللي كاينه كتمثل جميع التلاميذ والتلميذات. ثانيا كيفيه التمدرس عن بعد، حنا كنشوفوا كاباء بانه غير موفقه، يعني ما وصلش لذاك المستوى اللي بغيناه. ثالثا هو هذا هو الاداء تاع المصاريف اللي المؤسسه كطالب بها كامل 100%. في هذه الظروف، في ظروف غير عاديه، كنظن ان المؤسسه هي خصها تكون تاخذ واحد القرار مواطن وتقوم بواحد عمل يحسب لها. حنا كنظنوا تقدر دير هذه المساله، والا رحنا امور شروط العقد اختلفت، كنظن حتى هما خصهم نراجعوا مجموعين كاباء وكمؤسسه شروط العقد اللي هو بيناتنا، بين ما تمر هذه الجائحه حنا نزيدوا القدام ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.